سلام، مرحبا بكم. زيدوا مبقاش الا فرانك رخدوخه البياسه المردوخه بلا تلفه بلا دوخه دوال فارد والقبد والسيبانه، مبقاش الا 600. مرحبا بكم في برنامجكم مليونير. معنا بوزبال من درب الدبان، صوفيت ما وصندالة ميكاوية. جيتي ولا مازال؟ لا جابوني. القرص نعطيك درس وما تصرش. انا اللولو. اذا هو جانا تقولوا ما، ونبداو بالسؤال الاول. سؤال رقم واحد، شنيا احسن اكلة عندك؟ مقيلة، سكفكف، جلافة، خانز وبنين. ويلي اكيد خانز وبنين، صفيت طون. والجواب صحيح. نزول السؤال ديال 400، اكملي الجملة التالية، من بال هنا فهو حمار. ملمة. ويلي انا راه الهواية ديالي هي المطالعة. والجواب صحيح. ندوزو للسؤال التالت ديال خضر الاف، هاد السؤال عنده علاقة بالقمر. العز، عزيز عليا انا داكشي ديال القمر. اذا جاوب على السؤال. وفين هو السؤال؟ السؤال ديال القمر خاصك تقمر السؤال وتقمر الإجابة. وبلاتي نعود نقرا السؤال مزيان. دابا حلت ما بين الاختيار الاول والثاني، ولكن بما ان السؤال ديال القمر غادي نقمر واختار رقم 4. والجواب صحيح. دابا السؤال ديال زرق الاف، اختار موضوع من هاد المواضيع وعطينا سؤال من اختيارك. سياسه، علوم، ثقافه، رياضه. غادي نختار علوم. تفضل طرح السؤال. كيفاش؟ دابا انت اللي غادي تطرح السؤال، حيت هاد السؤال من الاختيار ديالك. دابا انا اللي غادي نسول. واخا، السؤال ديال العلوم، الا طاح لشي ملعق بسطام وفيه مليون، شنو غادي ندير به؟ غادي نديه، ناخذ داكشي اللي فيه، ما نردوش لمولاه، نردو لمولاه. جميل، شنو هو الجواب ديالك؟ صعيب هذا السؤال، ممكن نستعمل ادوات المساعده. اكيد، تفضل. يلا طيروا لي جوج اجوبه. نحيدوا ليك جوج اجابات، دابا بقاو ليك جوج اختيارات. وباقى القضيه صعيبه، بغيت راي ديال المكانو فريميجا. كيفاش زعما؟ أي الجمهور زعما؟ نعم، نشوفوا رأي الجمهور. الجمهور تيقول ليك الجواب رقم 3. إيه، وباش عرفوها هادشي فيه الغش. شوف، بغيتكم تعيطوا لي على صديقة. شكون هي هاد الصديقة؟ كاينة وحدة لمشى رملة. ألو ألو، مشى رملة. شكون اللي معيط لي؟ أنا اللي غادي نتلعق من دابا لشوية، بوزبال مليونير. علاش؟ أنت فين دابا؟ أنا في داك البرنامج ديال المسابقات، وعاونيني باش نربح. إيه، أنا نعاونك تربح. شوف، تبقاش تعيط ليا، انا مرمجوجه بالحكومه، مرت الراجل قال لي ما تبقاش تجاوب في التليفون. انا اصلا ما تجاوبش التليفون. دابا وليتي مجوجه، العديان ما حاملينيش. يلا سي بوزبال، تحف تحف. دابا الا قلت ما ردوش ليه، ما غاديش نتسمى راجل ونبانش ماتا في التلفازه. عرفتي شنو؟ غنختار جواب رقم 4، غادي نردو ليه. متاكد؟ متاكد. الرجوله منذ الطفوله. القرص نعطيك درس وما تصرش. هلا اللولو. والجواب صحيح، وربحت معنا 200 درهم زرقاء. لا العز، بلاتي ناري طلعت مكلخ، ضيعت مليون اللي في البسطام على قبل زرقاء الاف.